يو 7 باي ارخص واضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20، سريع بالتسليم وامن ومضمون من الباند والتصفير، وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالديسكربشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا روسر جيمر، معكم اليوم بمقطع جديد، مقطع بنعمله بالسنه مره، مقطع نهائي دوري الابطال. هي المباراه الوحيده اللي يعني ما بتصير غير مره واحده كل سنه تقريبا، مو الوحيده يعني تقريبا بتقدر تقول. فعنا نهائي دوري الابطال باريس وبايرن ميونخ. لا تنسوا بالبدايه اللايك واشتركوا بالقناه، اكتبوا لي توقعاتكم لنتيجه المباراه تحت بالتعليقات، وان شاء الله اذا في تعليق صح ممكن نحطه بالحلقه الجايه. ووصلوا هذا المقطع ل 20,000 لايك اذا حابين نستمر بهالنوعيه من التحديات، واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. طبعا الفكره رح نختار اللاعبين من عناصر الناديين، فيلا ما بدنا نطول اكثر، خلونا ندخل ونشوف التشكيلات اللي عندنا. فبسم الله الرحمن الرحيم، يلا النهائي هذا يا شباب، يعني 4-3-3، لكن ما بعرف العب فيه. اوكي ما في مشاكل، يا رب كابتن مثل الناس، مو كافاني او ليفاندوسكي عاديين، مو كافاني او ليفاندوسكي الحمد لله. عندك منير، مصيبه اذا اخذته رح تروح عليك نيمار، نيمار 100% بيطلع بالجناح اليسار، فرح اخذ جوميز. هو صح ضعيف بس هيك انا بقدر انه اخذ نيمار. تمام، عندك جناح يمين دي ماريا راح يطلع لي العادي 100%، وجناح اليسار نيمار، فاخدعهم وروح على الدفاع. اي لا مو هيك، ما كانت الخطه هيك صراحه. اوكي اول لاعب من باريس، وتلس ممتاز والله، اجى بمحله هذا. اتاكد فيه فيه؟ لا ما فيه، ناخذ تلس عادي جدا. شوف نيمار بقى، انا تركت الجناح اليسار مشان نيمار. ايوه تمام، التحالي يغدروني، صح عندي جورج بيست بس انا بدي نيمار. تمام، هذا ثاني لاعب من باريس وللان ولا لاعب من بايرن. ليفاندوسكي يلا يلا عم بستناك انا. شفشنكو حلو، هنري وقول لعب، والله راح اخذ هنري صراحه. جيب على الاقل هلا اس تي، اذا عندك جناح يمين من بايرن فبيشبك يعني مع نيمار ومع الجناح اليمين. شورلي والله الايام يا شورلي. طيب راح ناخذ شورلي سي ام، بسم الله. اوكي ما في حدا مثل الناس يعني، مودريتش اوكي. الجناح اليمين دي ماريا العادي، انا بعرف راح يعطوني اياه، والله بعرف والله بعرف، اخذه ولا اتركه؟ والله شوف راح اتركه على امل انه يطلع لي نسخه اول، لانه العادي بطيء ولا بيشوط ولا بيعمل شيء. انا صح طلع لي قبل شوي جورج بيست مع نيمار، لكن مو بتضايق، مو ضروري انا اختار ايكون، لا انا ما بدي اختار ايكون الا اذا كان لاعب فعلا سيء اللي معه. بدنا دي ماريا بنسخه اقوى. طيب اوه كوتينيو اوكي، بس عندي نيمار يا اخي، انت بتجيب اوقات غلط والله. طيب اللي بعده، بالعربي. طيب شو رايك نشوف الدفاع، لانه دفاعنا واضح راح يكون حفله. ميليتاو العادي، يا سلام يا سلام. المحور، هل في حدا من باريس؟ يعني هو ممكن يطلع لي تياجو الكانتارا، كيميتش، غوريتسكا يمكن. واو والله حرام يا اخي، كل هاللعيبه الاوايا اخر شيء، ولا واحد من بايرن ولا من باريس. فان دي بيك بيقولوا انه جيد، انا جربته مره ما كثير عجبني. راح اخذ مونيه، ممكن دفاع يكون الماني. تمام فبشبك مونيه معه، لو مونيه لساته بباريس هلا كنت حسبته مع لعيبه باريس، بس هي بطاقته مع دورتموند. طيب عندنا دورتموند كمان، نايس، هلا بشبك مع مونيه اخضر فشي جيد، بس هل في من باريس او بايرن؟ لا، بقدر اخذ رويس، حلو. طيب شو رايكم تعطوني ظهير يمين كيميتش نسخة قوية، عرفت مو العادي بس مع كارلوس البرتو، لأنه بعرف الوضع. ايوه شوف اعطوني كيميتش العادي. طيب اخ خلص راح اختاره، والله راح اختاره، ماشي راح اختاره، هاي كارلوس البرتو مومنت، ولا كيميتش بيشبك ولا بيعمل اي زفت. طيب شفشنكو بيرجع بيطلع لنا، تعال، بدنا مدافع الماني، ما راح يمشي الحال هيك. دييغو كارل، اوه الابا حلو، بس عندي المشكلة عندي شو اسمه، عندي تيليس كنت عامل حسابي انه لعبه، لكن لازم نختار الابا. كم لاعب من بايرن صار عدد لا بأس فيه يعني، ديفيز يا رب، ديفيز ازرق يا رب، كلهم زرق ولا واحد منهم ديفيز. طيب ليش؟ ولا شيء ولا شيء، ممتاز. هات هات الابا الا. طيب اللي بعده، ياهو ياهو، ما بدنا هيك لعيبة، بدنا شيء يظبط لنا الوضع شوي، وخاصة الدفاع. ديفيز يس، حلو 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 حلو، تعال لا تعال، هذا تياغو سيلفا لازمه تصريفه بقى، بس كيف كيف. اوه ماي جاد، يا التصريف البيض. طيب بدنا نوير لو سمحتوا، نوير
اوكي نايس شكرا. كم لاعب من باير صار؟ اربعة منهم بالدفاع، وبالهجوم عندك كوتينيو. جيد الوضع، جيد، ما راح نقول انه سيء. اوه مارسيلو هالبطاقة بيمدحوا فيها، وبرازيلي بنفس الوقت. جيب جيب لقلك جيب، خليه ينزل هون، ما بياخد تناغم كامل. طيب خليه هون اذا هيك نايس، وخلي هذا هون حلو، وهيك نيمار تناغمه كامل. هذا مركز الهجوم الاخير يعني اللي ممكن يجيك فيه مهاجم مثلا. توفان حلو، توفان والله بطاقة، ما اربع مهارات اربع وقفات جيدة. وعندك ماني، انا ماني بعشق باللعبة صراحة، ماني بالنسبة لي احسن يمكن. اخذ ماني، خلاص خذ ماني، ما بعرف يمكن نزله بالجيم. والحارس هلا بيطلع لي اريولا يمكن ولا شيء في نسخة باريس. لا ما جانا حدا. بكل الاحوال التشكيلة جيدة صراحة، طلعنا كثير لاعبين من باريس وهذا، فالحمد لله يعني شيء جيد، لكن بدنا نعلى شوي بالتناغم يعني. طيب هلا كم لاعب عندنا؟ اذا عدينا من بايرن في اربع لاعبين كلهم دفاع، واحد على الاحتياط اللي هو كوتينيو، يمكن ينزل بالشوط الثاني ما بعرف. والله وضع مو كل هالقد يعني صراحة، توقعت شوي يكون احسن. ياغو سيلفا رح نزله مكان شفشنكو بداية المباراة، وخلي ألابا هو قلب الدفاع وديفا الظهير. فيلا ما بدنا نطول كثير، خلينا ناخذ لمدرب برازيلي دوري الماني شغله هيك حلو، دوري الماني ممتاز. بيزود لنا تناغم ثلاثه، وهذا برازيلي بيزود لنا شوي يعني ممكن هالقد، فخلينا ناخذ هذا المدرب ويلا ليتس جو على المباراه. انا اخذ باريس ولا اخذ بايرن؟ دائما انا عم باخذ بايرن من فتره، خلينا نجرب باريس. بسم الله، واو 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 يا الهجوم، هذا هجومه ساحق. جو فيليكس، كاكا، زيدان، خوليت، وحتى دفاعه حلو صراحة. واو طيب خلينا نعدل، بدنا ننزل تياغو سيلفا كقلب دفاع أكيد. وينه؟ لحالي مو جايب. واو يا السرعة والله لا يجلطني، الله يستر الله يستر. طيب عندك تيليس، تيليس منيح والله، إذا بينزل بالنص يعني، إذا بنزله بالنص بيعمل شغل يا ترى؟ ما بعرف صراحة، والله ما بعرف، رح يكون مشكلة. خلي تياغو سيلفا محور لأنه الدفاع محتاج سرعة أكثر من المحاور، وتيليس هون. بالشوط الثاني رح نزل كوتينيو، ما بظن مكان نيمار، يمكن نزله مكان مارسيلو، بعد شوي يمكن نزله، بس حابب إني أختبر شوي، مارسيلو ما جربته من قبل. خلص لما بلعب الباص لعب. أونري أونري أونري، أي يا هنري. تمام، لك هي هي هي، نو 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 نو، بليز بليز بليز. نيمار. شو رأيك نخلي هنري جناح ونيمار مهاجم؟ والله ما بعرف، نجرب، يمكن أنا سيء بالخطة، يمكن الخطة سيئة، يمكن مليون قصة. ومارسيلو، حرام، شكلي رح حول نيمار مهاجم وهنري جناح. هنري كتير لعب جناح بمسيرته، فيعني بظن ممكن ينفع معي. خلص نيمار 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 نيمار، يخرب بيت القوة يا جماعة، هاللاعب هذا خارق. الهدف الأول، هك البطاقة العادية، اللعبة انتهت والبطاقة العادية بتضل من أقوى البطاقات باللعبة. والله مو طبيعي هاللاعب، ما بالك لو طالع لي تيم أوف ذا سيزون، أو يعني على الأقل نسخة أقوى من العادية مثلا، كنا فظعنا فيها. أوكي يا الكيك أوف، أوكي يس، حلوة مونيا. حاولت أغطي عليه يعني، أوه ما انقطعت. لا 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 يا شباب شو عم يصير؟ أوكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا سلام مارسيلو، اونري اونري اونري، مارسيلو يا عيني يا عيني. خلص هلا بننزل كوتينيو بقى، هلا خلي كوتينيو ينزل على الاقل نزله، انا مطمن يعني. انا كان بودي اعطي فرصه لماني، بس رح نزل كوتينيو. انا عارف بدي نيمار مهاجم صراحه، بحاسس رح يكون له فعاليه اكبر. هنري هاي النسخه مو هالخفه يعني، هلا الرشاقه عنده 93 توازن بس اللي تعبان، فراح اجربه جناح نشوف، إذا ما نفع برجع مثل ما كنت. فلسف تفلسف، إيه ما لا لا تفلسف تفلسف، بس تبلع جول لا تقعد تبكي بس. خليك عم تفلسف. هي هي، أوه نوير أسطورة حلو. لا والله إني لعبان بس تأخر كثير. شكرا. هي جول يا شباب، ها؟ هي جول، طالما علقت هيك برجل لعيبتي عرف إنه في جول جاي. لا يا نيمو حرام، والله فرصة حلوة، توقعتها جول 100%.
يا فلسفتك الزايدة يا فلسفتك الزايدة يا فلسفتك الزايدة. طلع طلع من الاوفسايد وما عليك. يلا روح يلا روح. اعطي اعطي تلس. يا سلام. نيمار مربع اكس وجول مربع اكس وجول مربع اكس وجول. الله يا جماعة والله العظيم خارق 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 اللاعب. يا الله شو بيع شباب اللعبة. وانسحب الخصم من اول جي جي. كانت مباراة ممتعة. خلصنا من تحدينا لكن رح نلعب مباراة ثانية بما انه الخصم انسحب. خلينا نشوف احصائيات اللاعبين لانه الصراحة نيمار انفلت عليه فالخصم هذا. هيك قال له نيمار موضوعك عندي اليوم. فتقييم نيمار 9.1 هدفين اسيستين من تيلس واسيست من هنري. و هي في هدف من مارسيلو. اه تمام تمام. فممتاز الوضع صراحة وما اجت ولا تسديدة حتى. اوكي شكلها خسارة على المباراة. ها ليك ليك التحركات ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. كل واحد عم يتحرك على كيفه اللعب. يا سلام يا سلام يا سلام. لا لا وحش وحش انت ويا وحش ما شاء الله عليكم. روح يا سلام على الباص. روح هنري. جول 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 جول. لا يا مارسيلو حرام لك. للآن الكرة ما طلعت حتى على الأقل تتبدل التبديلات. جول ما جول جول. شايفين شايفين لما ما هيك بمر بسهولة شديدة. الله ياخذ أم الحالة. أوكي الحمد لله. ما ناوي تطلع الكرة بقى. خلاص يا أخي خلاص طلعي طلعي خليه يتبدل اللاعبين. ها بلنتي. وات وات. لا 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 حدا يقول لي كتف وما بعرف شو مكسر لعبي تكسير. اوكي بلعنا جول. طيب يلا يلا حلو. طعم البايرن عمل تاثير سيء حتى مو انه منيح. طيب بالمحصله تسديدتين لكل واحد وهو سجل وانا ما عملت اي شيء. ويعني ببقيه الاحصائيات نحن متفوقين. خليني خلي نيمار مهاجم. هنري راح نزل مكانه ساديو ماني وبس. حلوة ماني. والله خلاص انا خسران اذا هيك. والله ما اللعيبه اصلا عم يتغابوا يعني فوق فوق مال المباراه صعبه. لعيب لعيب ما في ما في ما في. اللعيبه والله ما عم يلعبوا. شوف طلع الباص. خلاص انا خسران وفوق منا لعيبه عم يتغابوا علي. طيب انا وين بدي اجيب جول على الاقل؟ اي اتعادل وفوز. لسه رح تصير 3-0 رح تصير 3-0. هي مباراة هيك الظاهر. حلوة نيمار. حلوة 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 حلوة. يس حلوين حلوين. نقدر نرجع بس شوي. اللعيبة يتحركوا معي. اللعيبة سيئين جدا. الخطة أنا ما بعرف ألعب فيها. وتاني شيء اللعيبة ما عم يأدوا بدري ليش؟ مع أنه والله بالمباراة الأولى كانوا أحسن. يلا. لا يا نيمار حرام. يا كوتينيو قسما بالله ضيعت علي الهجمة بغبائك. خلص خسرنا. جي جي. رح يهرب كمان فوق منا. والله قلنا مناح بالمباراة بس ما في ما في. اللعيبة ما عم تأدي أبدا أكثر من هيك. نجم المباراة من عندي لأنه فريقه فعلا من كل هجمة جول بيسجل. شكرا لكم على المتابعة. هيك نقدر انه وصلنا للنهاية. لا تنسوا اللايك بالنهاية واشتركوا بالقناة. وشكرا جزيلا لكم على المتابعة. تابعوني على الانستغرام الرابط بالدسكربشن في جيف اواي لفيفا 21. فبس هذا اللي كان عندي اليوم. في امان الله.